ده معناها انه في حاله زي حاله المسلسل ده مثلا هم اربعه، وبالتالي عندي اربع عناصر متاثره بالقصه دي بشكل مباشر. بالظبط، وعندنا ناس ثانيه كمان معانا في المسلسل بيتعرضوا لحاجه شبه كده، يعني زمايلهم واصحابهم وكده. معاكم مين بقى في المسلسل؟ معانا ادوارد، ومعانا مروه عبد المنعم، ومعانا ياسر التوبجي، ومعانا ناس اميمي جمال. الله يا مدام ميمي الجميله، جميله قوي. ولا ناس كتير، ومعانا الله كان معانا الله يرحمه طارق عبد العزيز، وده يعني الله يرحمه الف رحمه ونور. اعتقد هو وفاته اللي خلتنا نبقى في رمضان، يعني هو سبحان الله، يعني كان نفسه يمثل في رمضان، يعني كان نفسه يدخل في مسلسل في رمضان، ف سبحان الله القدر خلاه في رمضان. ودول تاثروا بقى جوه المسلسل بقصه الطلاق دي. هم كابلز يعني اتنين، وفيهم حصل موقف برضو بس ما اتطلقوش، بس هي الفكره ان هو لما جت تعرض عليه ان هو ما تيجي نتعالج احنا كمان او نروح لكده، قال لها ايه الهبل ده؟ لا طبعا مش هنبقى كده طبعا، يعني مش هنروح نتعالج، يعني هو شايفين ان هو دي العيب، يعني ان انت تروح لحد وتقول له وتتكلم معاه ويديك نصيحه او ما يدكش نصيحه او يتكلم معاه لمجرد ان انت تعرف تشوف التشويش اللي كان قدامك ده هيبقى عامل ازاي. حد لان انت ما بتبقى في الطلاق او في المشكله ما بتبقاش شايف اللي بيحصل، فبتبقى محتاج حد، بس ما ينفعش يبقى صاحبك او حد كده، لان هيبقى بيديلك من وجهه نظره وخبرته. جزء منها عاطفي، انحيازه ليك. طبعا يا انحيازه ليك يا اما هيديك راي غلط، لان ممكن ان هو اصلا حياته مش مظبوطه. فانت المفروض تروح لحد لا يعرفك ولا يعرفه، حد محايد ودارس، يعني هو ملوش استفاده ان انتوا تطلقوا او تكملوا، هو عايزكم كل واحد فيكم كبني ادم يكمل كويس. بس انت عارفه في جزء من الحكايه دي بيبقى عامل ازاي؟ يعني ليه الناس بترفض تروح للمارج كونسلتنت ولا للمش عارف انه يجي يقول لك احنا هنطلع بقى مشاكلنا بره وهننشر؟ ما هي كده كده طلع خلاص، يعني ما هي طلعت، ما ينفعش اروح احكي تفاصيل الناس دي ما تعرفناش. خلينا نبقى واقعيين، ما فيش ناس بتطلق في السر. لا ما هم بيطلقوا، بس بيطلقوا بفضايح وبيطلقوا مشاكل. احنا هنروح نتناقش ونحكي كل الاسرار ولا نخفي شيء، ما انت المفترض انك رايح مش هتخبي. لا هقول لك هو بيبقى بيفكر ازاي، هو ممكن يقول اسراره دي لصاحبه، لكن هو مش متخيل ان هو يتكلم على مراته مع راجل غريب او مع حد غريب. فالاغلب بيختاروا ستات كمان. يعني بيبقى المستشاره دي ست في الاغلب كده، الراجل بيرتاح. المفروض كده بقى الزوجه هتبقى مستاء انها بتروح بتقول الكلام ده لست، فهي عايزه مستشار راجل. لا لا لا، انا بشوف ان الست يعني الستات مش اعقل. لا انا ما بقولش ان حد اعقل او كده، لا مش اعقل، هي الستات ما بتبقاش عندها. بص هما الطرفين بيروحوا علشان كل واحد فيهم يغلط التاني، ده في البدايات للاسف، ده اساسي ان هو مش انا اللي خربت البيت، فكل واحد بيرمي المسؤوليه، لكن اللي عايز بجد يصلح من نفسه هو بقى اللي بيكمل علاج وبيكمل ان هو ازاي يبقى شريك يعترف كويس، يعترف باخطائه اولا او شريك كويس. لا هي الفكره ان مفيش اتنين هيفضلوا ما عندهمش عيوب. بس الفكره ان ازاي الاتنين دول يتعاملوا مع العيوب، يعني هيتقبلوها، خلاص انا عارف عيب اللي قدامي هتعامل معاه ازاي، ده بيبقى محتاج تدريب، مش مفيش حد عاقل كده، وخصوصا كمان لما بيبقى فيه عده سنين كتير على العلاقه وفيها شغل كمان، فممكن يبقى فيه ملل كمان، وخلاص عرفوا اخر بعض ويشتغلوا مع بعض؟ أو يشتغلوا مع بعض ولا شركة؟ شركة. لا ده أنا قروبة قوي مش سهلة. أنت كتبت معانا ولا إيه؟ لا بقى يعني بحاول ألقط كده الحكاية ممكن تبقى ماشية إزاي قدر الاستطاعة، بحاول أتذاكى يعني إذا أتلائم. فالاتنين شركة، طب ما دي مشكلة برضو كبيرة. مشكلة كبيرة طبعًا. أنت لو في شغلك وهي في شغلها ده برضو مش هيأثر، لكن كل حاجة بقى بتتأثر. ده لو إحنا الاتنين بنشتغل موظفين في شركة